عندنا في 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 القناة عندنا جمعية اسمها جمعية البر الخيرية بجديدة. هذه الجمعية حفظ الله ورعاها في القناة كملنا وقف أول ويختص هذا الوقف اليتيم والمحتاج في مكة وفي أعظم بقاع الأرض. خلص الوقف الأول في البرنامج والآن بدأ الوقف الثاني وما بقي منه ما يقارب إلا 1000 سهم. 1000 سهم من 300 ريال نغلق هذا الوقف. الوقف هذا في مكة وفي أعظم بقاع الأرض. وش تقول فيه أبو فهد؟ وكذلك عن يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم كهاتين الجنة، وكذلك نعم. قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وتكلم عن فضل الصدقة والحث على الصدقة. فأبو فهد وش يقول في هذه الجمعية؟ أقول والله جمعية طيبة، والله يوفق القائمين عليها إن شاء الله، ولا جر بكفالة اليتيم مثل ما قلت، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ولجر كبير، وكنا يدور على الجر بالايام هذه، وسلامتك والله. الله يبيض وجهك. عندنا في الجمعيه يجوك ناس يقولون كيف نتبرع الان يا سالم في هذا الجمعيه؟ الباركود على الشاشه الان تقدر تمسح الباركود يدخلك على المتجر خلال 20 ثانيه تدخل المتجر، ثم يكون لك يعني وقف جاري مدى حياتك. انا لما اقول وقف جاري عنك وعن والديك وعمك يبقى معك طول العمر 300 ريال. تخيل يعني ابو بكر رضي الله عنه وعثمان وكثير من الصحابه كانوا يحرصون، او قل ما تجد احد الصحابه الا وعنده وقف جاري، فلذلك كانوا يحرصون كل حرص على الاوقاف الجاريه، وكانوا يتعبون عشان يعني يتصدقون. الان انت جالس في بيتك تفتح تطبيق الراجحي جمعيات خيريه، جمعيه البر الخيريه بالجديده، تدخل وقف كفاله اليتيم وتبرع باللي تقدر عليه. وانا اقول لك يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر ادبر، لان هذا الوقف ما عاد بقى منه الا 1000 شخص ما يقارب من 300 ريال ونسع الجميع باكتمال هذا الوقف. قفلنا الوقف الاول كان عدد يا ابو فهد، كان عدد الاسهم عندنا 34,000 شخص، اليوم بقي 1000 شخص ما شاء الله. اي والله يعني 1000 شخص من 300 ريال ما عاد بقى الا خير. خلاص ما عاد بقى الا خير، ما عاد بقى الا خير. ونسعد ان شاء الله باغلاق هذا الوقف. وصلنا الى المرحله الاخير، وصلنا الى المنعطف الاخير، نسعد ان شاء الله باكتمال هذا الوقف. فنسال الله عز وجل ان يوفق كل من تبرع في هذا، يوفق كل من تبرع في هذا الوقف، والفرصه ما زالت يعني سامحه، والفرصه ما زالت يعني يسيره لاكمال هذا الوقف. نرجع مع ابو فهد. سم. الله يحييك ابو فهد. الله يبارك. ابو فهد باقي ما شبعت من قصيدك. القصايد طال عمرك، القصايد واجده والشعر واجد. فيها يقول: تكاتف النور في وجه القمر لين غاب، يحاول يشتت الظلمة ولو ما قدر، كنه يحط الإشاعة في بطون السحاب، غزارة الغيم ما سوت لنوره جدر. يا ليل لا تمتحني بالقلم والكتاب، العزلة اللي بظلك تستفز الصدر، يا وجد روحي العذر يستحق الغياب، دام القصايد لها شرها على المقتدر، يا شعري اللي مشرع لي للإبداع باب، الليلة اللي تجيني فيك ليلة قدر، أغيب غيبة شجاع عن كل ما غاب جاب، واحضر حضور يساوي هامتي فالبدر، دامت عزوم النشامة للنشامة زهاب، اشمخ بعزم يوردك الهقاوي ودر، إن كل فرصة تفوت تحث للاقتراب، لو تنهدر فرصة الرجال ما ينهدر، أحلامنا دونها طيحة وهم وعذاب، ما هي مسوح هدية من مسحة تدر، ما يحزن الظامي إلا شوفته للسراب، ولا يفرح الجايع إلا ريح فوح القدر، لو كبرت أحلامنا تصغر بحث الركاب، المجد له لذة اليسار ما ينقدر، وليا بلينا بحظ مثل لون الغراب، ونفوسنا فوق لو ظروفنا تنحدر، من قسوة الوقت دام الروس فوق الرقاب، ما نشتكي للرجال ولا نسب القدر، اليا كسرنا المخالب ما بلشنا بناب، يهون ذات السلاسل بعد غزوة بدر، ما دامنا لا دعين الله تعالى استجاب، خلى الليالي تبرطم والزمان يغدر. سلامتك. صح الله بدنك. سلامتك تبارك الرحمن. أبو فهد، القصيد وعالم القصيد هل فيه يعني، او خلينا نقول كيف المدخول المادي فيه؟ كثير من الشعار ترد انه هي يعني قصيد، مثلا يجي شخص يقول اكتب عني قصيده.